المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قرآنيات. أخي مالك، أهلا بك يا أخت فرحة. ما هي التجارة الرابحة في الإسلام؟ الجهاد طبعا. طبعا الجهاد. نعم. إزاي بقى؟ فعلا يقول القرآن في سورة التوبة رقم الآية 111 أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وضع الآية معيار، قالت أن الله اشترى من الإنسان نفسه أن يذهب إلى الجهاد بين قوسين الجهاد من أجل أن يقتل ويقتل. هذا هو معيار في عملية ما من التجارة، بزنس ما أقام به الله مع البشر. اتفاقية. نعم، هذا بزنس، صفقة. ما أني يا فلان أيها الإنسان الأرضي، أنا عندي لك صفقة جدا رابحة، اتفضل اذهب قاتل، قدم لي نفسك، اقتل واقتل أو اقتل وأنا رح أعطيك مقابلة الجنة. بتقول الأخبار أن ذات مرة كان أحد الأعرابي واقفا قرب محمد، سمح هذه الآية وكان يتناول التمرات، فرمى التمرات وقال إذن هذا كلام الله، فقالوا هذا كلام الله، فماذا كان جوابه؟ قال العربي بيع والله مربح لا نقيله ولا نستقيله. فخرج الغزو واستشهد الرجل مسكين، حب التجارة، قالوا له تفضل يا فلان، شوف اسمع، اقتل واقتل أو, 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 أو اقتل آخرين واقتل وشوف النتائج. فهذا الأخت فرحة يعني يعتبر انتحر كده. نعم، فهذا هو التجارة. أخت فرحة، العقلية التجارية حتى رسخ القرآن في مكان آخر عندما قال بأن الجهاد وليس هو تجارة، هو أفضل أنواع التجارات. ماذا يقول القرآن؟ يقول القرآن في سورة الصف الآية 10 و 11 و 12 بعد ما بحكي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ ما هي التجارة اللي بدلنا عليها؟ تؤمنوا بالله، أمر ممتاز ما في خلاف عليه، ورسولي ممتاز، وتجاهدون، هذا جزء من التجارة أن تجاهد في سبيل الله، فإن جاهد في سبيل الله يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات. مجرد لحظة العلاقة، الإيمان بالله ورسول غير كافيين من التجارة، ولكن تجاهدون ذلك خير لكم. فأخت فرحة، هذا الموضوع، أنت إذا تحتاج تعملي صفقة بحياتك، فأفضل صفقة هي أن تعملي صفقة مع الله، تقول له أني أذهب إلى الجهاد أقتل الآخرين وأقتل بالزبط. بعد ذلك فأنا بكون ربحت في صفقة عظيمة اسمها صفقة. والصفقة والربح ده غير معروف، يعني حاجة في الغيبيات طبعا. وده بيفكرني، إله الإسلام بيفكرني بالشيوخ. الشيخ يطلع الشباب يقول لهم اطلعوا جهدوا موتوا، بس تعالى انت، انا بعرف واحد عارف الرب من خلال الحتة دي، قالوا له اطلع يعني فيما معناه فجر نفسك واعمل ايه، قال له طب وانت قاعد، قال للشيخ كده وانت قاعد ليه هنا، طب ما تيجي معايا، قال له لا ما ينفعش. فإله الإسلام عمل زي الشيوخ بالظبط، أو هم عملوا زيه وحفزوا الناس على أنهم يقتلوا أنفسهم في مدعو جهاد على أساس أن دي تجارة رابحة. شكرا أخي مالك. التجارة الرابحة أنك تعرف ربنا بجد وتحب ربنا بجد، دي التجارة الرابحة، مش انك تقتل نفسك، تقتل وتقتل، مش تجارة رابحة ابدا. نشوفكم في الحلقة القادمة في قرآنيات.